بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نطلب من كل الشعب العراقي، من كل وطني وغيور، اليوم فرصتكم. أنتم صاركم سنين لا كهرباء لا ماي لا كرامة، بلد انهار بمعنى الكلمة. أصبحنا حالنا حال أفغانستان، يعدونا حالنا حال أفغانستان وحال الصومال وحال الدول الضعيفة. وإحنا أول حضارة بالعالم وأول من كتب التاريخ وأول من لبس التاج هو العراقي. اليوم بسبب هاي الشلة الحرامية الفاسدين رجع العراق لهاي المستويات. نطلب من كل شيوخ العراق، من شيوخ العشائر، ومن كل رجال الدين، سنة شيعة كراد، ماكو فرق. اليوم انت تطلع برا، تطلع باسم طائفتك، باسم عشيرتك، باسم تطلع باسم جوازك العراقي، جوازك قيمك. اذا كان بلدك امن انت امن، اذا كان بلدك عندك كرامة انت عندك كرامة. نطلب من كل العشائر مستانده سماح السيد مقتدى الصدر، ونحن من البصرة نقول السيد مقتدى هدد امريكا بالبصرة، وكل احنا وياك ويا روح ما بدك تروح. الشيخ علي صبيح القرمشي البريهي. احسنت.